ناشق ربام يسد بوني إز مهرابا هليل ووغي ملتا Vlasnik ključa od dženneta On je milost našeg raba Mjesec puni iz mihraba Halilovog je mileta Vlasnik ključa od dženneta Ismaila, sagovornik od Džibrila Ja sam željan Muhammeda Da ga duša vječno gleda Potomak je Ismaila Sagovornik od Džibrila Ja sam željan Muhammeda Da ga duša vječno gleda Evo sreće mome džanu Mevlud, mevlud mom sultanu Salavatom ga selamim Pa na srce ruku stavim الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون